اهلا بيكم، مساء الخير يا جماعه. النهارده عايز اقدم لكم حاجه خطيره جدا جدا جدا. استاذ اشرف فهمي هو استاذي في البيانو، نعرف بعض من اكتر من 12 سنه، بقالنا كتير جدا مع بعض، صديق عزيز جدا عليا. بس بقى شفتوني بلعب بيانو ازاي، وفي ناس قالت لي ايه الحاجات دي الحلوه دي وايه التكنيك الحلو ده وبتاع. طبعا الكلام ده اي كلام، يعني انا مجيش حاجه جنب الاستاذ الكبير، حاجه يعني لما تسمعوها متعه، هتسمع بيانو مش طبيعي. اولا غير ان هو بيلعب المقطوعات العالميه والحاجات الكلاسيكس والحاجات دي كلها، لا في تكنيك بقى معين وبيزود من عنده حاجات، ويعني هو وظيفته ان هو بيانيست، يعني مثلا مش بيشتغل حاجه تانية وبيلعب هو بيانو للهوايه، هو بيانيست شغله كله في البيانو، فليل نهار بيلعب بيانو، فده بيزود في التكنيك، لان احنا مثلا انت بتتعلم بتتمرن، لا لما يكون شغلك بقى بيانيست فانت لازم طول الوقت تطور نفسك وبتعمل تكنيكس جديده وحاجات جديده. برحب جدا بصديقي العزيز واستاذي اشرف فهمي. عايزين بقى نتكلم عن المزيكا الكلاسيك وايه الاضافه اللي انت ضفتها في البيانو مثلا، او يعني ادينا فكره عامه كده. هو الموسيقى الكلاسيك كانت هي دراستي الأساسية، وتعلمت على إيد أساتذة كبار في الكونسرفتوار زمان، وكانت هي اللي ادتني الإحساس إن أنا لما بستخدم التكنيك بتاع البيانو كلاسيك وأخليه في المقطوعات، للمقطوعات كل أنواع المزيكا زي الشرقي وزي اللايت ميوزك والغربي، بيبان ده قوي في العزف، بيبان في إذا كان ده فعلا دارس كلاسيك أو لأ، وبيبان في التكنيك، بيبان في شغلي كله، زائد بقى طبعا الإحساس بقى، يعني بحاول في المقطوعات اللي بعزفها إن أدي إحساس كل حاجة، زي شرقي لأ ياخد إحساسه زي ما هو، مع طبعا الدمج بين التكنيك بقى اللي جاي فايدته من الموسيقى الكلاسيك أو تدريبات الكلاسيك اللي كنت بعملها زمان. بس طيب، يعني كده احنا كمان بنقدر نخلط المزيكا الكلاسيك بالتكنيكس بتاعتها مع المزيكا الشرقي، فبتطلع لنا حاجة جديدة خالص. اللي بيتسمع بقى بالنسبة بالظبط. طيب طبعا انا مش هقدر اقول لكم، مش هقدر اوصف الكلام ده، انا هنزل لكم فيديو على طول، في اخر الفيديو ده انا هحط جزء من مقطوعة مثلا بيلعبها، هتشوفوا التكنيك عامل ازاي. انا هقول لكم بقى مع قصتي مع الاستاذ اشرف. انا كنت بروح، انا طبعا كنت بتعلم بيانو بقالي طبعا سنين وبذاكر وبشتغل، وانا اصلا بطبعي مجتهد، يعني كنت اروح عنده اقول له هنسهر النهارده مع بعض، حضر النهارده اليوم هبات عندك، افضل اروح ما بذاكرش، بقول له بس انت ايه اعزف وانا هتفرج، بروح كرسيين كده هو يقعد على البيانو يعزف وانا اقعد جنبه كده، افضل القط بس واتعلم واشوف التكنيك، ما بسالش ما بتكلمش ما بشربش ما باكلش، بفضل قاعد بس كده بتفرج. هو لحد دلوقتي فاكر لي الموضوع ده، فالنهارده انا بستضيفه عندي في الاستوديو، دايما كنت يعني الاستضافه بتبقى عنده هو. فدي حاجة طبعا مفرحاني جدا ومشرفاني، انا كنت فعلا بقعد اتعلم، اقعد كده اتفرج على الصوابع شكلها عامل ازاي، حركة الصوابع عاملة ازاي، الجري اجري ازاي، ازاي ادخل تكنيك مختلف، ازاي اطلع نفس الاغنية بستايل مختلف. ما هو انت الاغنية لحنها واحد خلاص، ايه تمام اللي هيفرق عازف عن عازف، تمام او التكنيك والفكرة والاحساس وانك تزود حاجة ما اتعملتش. هو ده اللي بيعمله الاستاذ اشرف فهمي، وكان ليه حفلات كتير في ساقية الصاوي وحاجات ومعزوفات وحاجات كتيرة قوي. الفترة الجاية هو قرر يرجع تاني، هنعمل بقى فيديوهات، وهسيب لكم لينك القناة بتاعته برضو، عشان يعني هنبتدي بقى ننزل حاجات كتيرة وهنرجع نتعاون مع بعض تاني إن ان شاء شاء الله. الله، ونشتغل في حاجات كتيرة. الدنيا احسن دلوقتي، عندنا صوت احسن، صورة احسن، كل حاجة بتتطور، ويعني طبعا ده حاجة تشرفني جدا ان انا ارجع نشتغل مع بعض تاني، أكيد، وأنا احنا ليا الشرف اصدقاء جدا طبعا طبعا. يعني بقالنا سنين. وحاجة تانية كمان، لو اي حد، دي بقى نصيحة صريحة مني كده، اي حد عايز ياخد دروس بيانو يا جماعة ما يجيليش انا، يجي لي انا مثلا يعني الاستاذ اشرف طبعا ده الله استاذي، يخليك. يعني اي حد عايز ياخد دروس بيانو كلاسيك، دروس بيانو اي ليفل بقى، لو انت بيجنر خالص او لو انت ادفانسد جدا، لو انت عايز تدرس مزيكا بشكل قوي جدا. طبعا انا كده كده عامل كورسات وكل حاجه، بس لو عايز تتعلم على ايد بيانيست فعلا، تعرف يعني ايه تكنيك، تعرف يعني ايه ستايل في العزف، تعرف ازاي تطلع احساس حلو من البيانو، هسيب لكم التواصل مع استاذ اشرف، إن شاء الله هسيب رقم تليفون، هسيب كل حاجه، اي حد عايز يتواصل، الراجل متواضع جدا كويس جدا، مش هقدر اوصف اكتر من كده عشان ربنا هيتقال بقى يخليك. ان انا محضر الكلام، انا مش قايله حتى الكلام ده ان انا هقول كده. بس
شرفتني. الله يعني يخليك. انا كنت مستني الزياره دي وانت بقالنا انت كتير. ده انا بشكرك على انك رجعتني الواحد يبقى يعزف يعني ده تاني اقل حاجه ويسجل طبعا. كمان، ويسجل احنا كمان بنسجل بقى حاجات. مع بعض شويه بالظبط حاجات دلوقتي ان طبعا شاء الله. بالبيانو وكده. بس ده كل اللي عايزين نقوله. عايزين بقى دعم خطير وراجل جامد جامد. هسيب لكم دلوقتي بقى، نبدأ من دلوقتي هسيب لكم حاجة كده بيعزفها، شوفوا بقى وانبسطوا.